كيكه من ثلاث مكونات فقط لا اقل ولا اكثر تخيلوا ثلاثه طب يعني يا زوزو مش وسعت شويه منك لا خالص ثلاث مكونات هنعمل منهم كيكه سهله جدا بسكوت اي نوع بسكوت عندك براحتك خالص اطحنيه على انعم حاجه عندك انا عندي كوكيز لقيت هنا فبدل بجيب بسكوت من اول وجديد وهطحنه لا هو عندي كوكيز عادي جدا كوكيز بالشوكولاته وفي قطع شوكولاته لو تلاحظوا اهو هو ده ده وطحنته بالشكل اللى حضراتكم شايفينه ده بقى معايا بودره بالطريقه دى عايز اقولكم حاجه روعه 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 عندى كمان بيكنج باودر حلو اهو وعندى لبن لا اقل ولا اكثر لكم ان تتخيلوا الثلاث مكونات دول يطلعوا لنا كيكه رائعه جدا فوق ما ممكن يعني يتهيا لكم زينوا بقى بايه بشوكولاته بفاكهه بصوص اللي عندكم انا اخترت شوكولاته كريمي واخترت صوص كراميل صراحه عشان يعني زينوا باللي انتم عايزينه مكسرات اي حاجه اي حاجه هاخد الاول دي خليها دي حلوه قوي كده مزين بيها في الاخر وناخد هنا بولة أكبر بس شوية طيب يا زوزو طب انا ما عنديش كوكيز واخاف اخد آه بسكوت او اخد بيتي فور واطحنه وما يظبطش معايا لا انا بقولك لك طمني جدا اي بسكوت اي بيتي فور اي كوكيز اي سابلي اي بسكوت عندك فاضل بدل ما نرميه نعمل منه كيكه حلوه قوي شويه حليب بس وعايزه اقول لكم حاجه انا كمان خمه هنا انا حاطه شويه حليب وشويه ميه عشان ما بعزقش كتير بلاش حليب كتير جدا وعندي بيكنج باودر بس كده هاخد البيكنج باودر هوزعها الاول وهقلب تقليبه اتاكد انها اندمجت مع البسكوت بتاعي كله اهو بسكوت بنطحنه يبقى ناعم حبيبات شوكولاتة بتفضل معايا عايزه تنعميها اكتر نعيميها براحتك خالص ابتدي انزل بالخليط بتاعي اهو بصوا الخليط بتاعي بقى جاهز معايا وبيبقى ده قوامه هوريه لكم دلوقتي هو ده القوام بتاعي شايفين اهو بالشكل ده ده القوام وانا اخترت النهارده القالب ده القالب ده زي قالب التارت يعني هي الكيكه ما بتعلاش معانا قوي بس بتبقى هشه وطرية قوي خدت القالب ده اللي بيبقى له سور من الجنب هنا لما اجي اقلبها يعني هو كده بيبقى في دواخل هنا يعني في الجنب كده داخل لجوه تمام كمان مجرى داخله لجوه كمان لما باجي اقلب الكيك بتاعي او التارت بتاعي ايا كانت لما بقلبها بلاقي حته كده اعمل فيها صوص اعمل فيها اللي انا عايزاه كريم شانتيه ازين باللي انا حباه هنزل كده من غير ما ادهن الصينيه بتاعتي لان الكيكه دي هتنزل معاكي على طول وهتنفش معاكي على فكره هي فيها بيكنج باودر فالموضوع هيبقى معاكي حلو جدا ورائع يعني بصوا ما فيش احلى من كده يبقى عندي في البيت شويه بسكوت شويه حاجات من الحاجات اللي فاضله وهي في العلبه وانا متردده رايحه جايه على تبرميها لا ممكن حد ياخد منها حاجه طب اشيلها طب ممكن ياخد منها حد حاجه لا ما تقلقيش خالص تبقى معاكي حلوه قوي بسكوت مطحون انا خدت هنا كوكيز بالشوكولاته انت ممكن تاخديه ساده ممكن تاخديه بالمكسرات ممكن تاخديه اللي انت عايزاه براحتك خالص بس يفضل الساده هيبقى معاكي حلوه قوي ممكن داخل معاه شويه شوكلت بس لا اقل ولا أكثر ننزل الحته دي شويه في النص عشان الكيك بتاعتنا ما تتحرقش معانا وده ضروري جدا 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 شايفين المنظر بصوا شايفينها طبعا تعالوا شوفوا معايا الكيكه بتاعتي الرائعه جدا والحلوه قوي 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 واللي تجنن يعني بصراحه بزق كيكه من بسكوت عندك في البيت موجود او سابليه او كعكه او بيتي فور يعني ممكن تعملي كيكه لاولادك وتفرحيهم بيها بسيطه جدا شوفوا هشه ازاي وحلوه قوي 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 يعني حاجه بصراحه من حاجات رائعة اخترت أنا ايه اخترت انا شوكولاته كريمي عشان أزينها بيها بالشكل ده